بالنسبة بقى مستر بيتسو موسيماني، والنهارده الصبح انا كده شفت خبر في احدى المواقع الكبيره في الحقيقه في مصر، والكلام على زوجات المدربين سواء في الاهلي او الزمالك ومين مش عارف ايه، كلام بصراحه يضايق جدا جدا يعني، وكانت سقطه اعلاميه بكل المقاييس. لكن اللي عجبني تصحيح الخطا سريعا. مش عيب انك تغلط، مش عيب انك يعني يكون عندك هفوه معينه حصلت، العيب انك تستمر في الخطا. التعديل ده الاهم، وده اللي حصل من احدى المواقع الكبيره. يعني كنت حابب اتكلم في الموضوع بشكل اكبر، بس طالما صححوا غلطهم خلاص نقفل على القصه، والغلط وارد لكن المهم تصحيحه. فالجوانب العنصريه او التنمر ده امر غير مطلوب اطلاقا، وللاسف صدر عن موقع كبير جدا من المواقع اللي عنده متابعه كبيره واللي احنا بنحترمهم بشكل كبير في كل الاحوال يعني. فتصحيح الخطأ كان أمر مهم وواجب برضو التنويه لي. فأنا ما عنديش مشكلة إطلاقا إن أي حد ينتقد موسيماني فنيا، ينتقد موسيماني في تغييراته، في تصرفاته على الخط، في أي حاجة تخص الجانب المهني انتقد براحتك وخد راحتك على الآخر. لكن هتروح للجانب العنصري هيبقى فيه تنمر، هيبقى فيه أمور ليست مطلوبة إطلاقا في ظل هذا التوجه اللي موجود في الدولة نحو العلاقات الطيبة مع القارة الأفريقية. فده أمر هيكون غير مقبول وغير مهني، ملوش أي لازمة. وأتمنى أن الخطأ ده ما يتكررش سواء من الموقع حضراتكم عارفين طبعا قصدي على إيه النهاردة، أو أي موقع آخر يعني، لأن هفوة كانت صعبة جدا والواحد استغربها.